الابطال ايه بيجيمنج الجامدين مهما تروح فين هتلاقينا موجودين. بصي من شمال طب ليتس جو يمان انزل حط لايك للفيديو الجميل يا احنا الابطال ايه بيجيمنج الجامدين يا مهما تروح. وازيكم احلى ناس في الدنيا عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا جدا. شكرا بجد لكل الناس اللي بتتفاعل هنا على القناه، يعني بجد بجد مش عارف اقول لكم ايه، يعني ما شاء الله اللايكات بتاعتكم اسطوريه جدا. وباذن الله ابطال نقدر يعني نحاول ان احنا نستمر، وان شاء الله قريب قوي يبقى في جدول. لحد دلوقتي انا شايف ان الجدول المناسب للقناه دي يعني كل يومين فيديو واحد، يعني مثلا احنا ابطال نزلنا فيديو يوم الاثنين تمام، يبقى كده بعديها اربع، بعديها جمعه، بعديها حد تمام. فممكن يعني ننزل كده يبقى كل يومين فيديو، هيبقى انا شايف ده يبقى كويس قوي. وقولوا لي تحت بردك يا ابطال في الكومنتات عشان اعرف انتوا عايزين ايه. فكره فيديو النهارده يا جدعان تبقى جامده الطحن، حلو قوي والله، وان شاء الله يا رب تعجبكم. المفروض ان احنا نلعب العاب زمان، اقدم العاب حرفيا. يعني تعرف انت اول ما تيجي تجيب الكمبيوتر انت المفروض اكيد اكيد لعبت العاب من الالعاب اللي احنا نلعبها النهارده. فلو انت متحمس لفيديو النهارده انزل حالا حط لايك للفيديو واشترك في القناه وليتس جو. زي ما انتم شايفين يا ابطال احنا المفروض اصلا ان احنا دلوقتي فاتحين ويندوز 98. لا لا ما تجيش تقول لي مش ويندوز اكس بي ولا ويندوز فيست، لا 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 98 ده اقدم ويندوز في الحياه يا جدعان. يعني بصوا زي ما انتم شايفين هنا في العاب كتير قوي، وهنا ايه ده؟ وزمان كان في ديسكورد، والله مش عارف. تعالوا كده هنا في العاب هنا جامده قوي قديمه، في لعبه كنت بلعبها زمان لحظه كده، ايه ده؟ اجاريو. اللعبه دي يا جدعان انا عارفها، بس استنى كده في اللعبه دي ما كليبي او ما اعرفش سليبي حاجه زي كده. تعالوا ندخل عليها نشوف ايه اللي هيحصل. اوه ماي جاد، لحظه الراجل ده انا فاكره والله، بس مش عارف كان بيعمل ايه صراحه. يعني هنا بيقول لي باين اجاوب على الاسئله ولا يفضل واقف هنا. ما علينا، ايه بتتكلم؟ باين عليه بيتكلم. لحظه كده نشوف هنا، في هنا العاب اكيد حلوه، عايزين نجرب كده الالعاب اللي هنا. هنا في ايه ده؟ ايه شيب دي؟ لحظه المفروض كده يا جدعان اللعبه تكون دخلت. الو، هو هنا بيعمل ريفرش ليه؟ تقريبا الشخص مش عارف مين ده. انا ايه اللي خلاني جبته؟ باك مان يا جدعان، يا نهار ابيض، لعبه باك مان اكيد كلكم فاكرينها. يلا كده يا ابطال نكبر الشاشه ونلعب يا باشا. لحظه كده، الو ايه ده؟ في مش عايز يكبر ليه؟ اوه يا لهوي يا جدعان اكيد فاكرينها. ايوه يا جدعان اهو، عاش قوي كده نقدر ناكلهم. اوه تعالى تعالى، اوبا اكلتهم كلهم يا جدعان، عاش. كلكم اكيد يا ابطال فاكرين اللعبه دي لعبه جامده قوي والله. لحظه، صوت اللعبه عالي قوي يا جدعان. لحظه كده نطلع، بس عايزين ان احنا ناخدها. تعالوا بقى تعالوا، لا لا بسرعه بسرعه بسرعه، عايز اموت عايز اموت. تعالى رايح فين؟ عاش قوي، هنكسب يا جدعان ان شاء الله. يلا يا نهار ابيض ما لحقناش نموتهم كلهم. اوبا جايين عليا، بص سر. او ماي جاد ازاي؟ ماشي خلاص قربنا، هانت هانت يا جدعان. تقريبا احنا عندنا كام قلب والله ناسي والله. بسرعه بسرعه كده، بسرعه 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 كده، عاش يا لهوي. لا والله حرام. ماشي خلاص بقى اخر شويه تحت، كسبت كسبت، عاش عاش قوي يا جدعان. بس ليتس جو يا جدعان، كسبت، عاش قوي. تاني تاني؟ لا يا عم بقى بلا تاني، خلينا نشوف لعبه تانية يا عم. لا تعالوا كده تقريبا اهو كده نطلع من اللعبه. تخيلوا كده اكني قاعد على ويندوز تاني خالص. ما علينا، تعالوا كده نشوف. وفي لعبه الصراحه اول مره اشوفها عشان ما اكدبش عليكم، لعبه غريبه ما كنتش بلعبها من يعني زمان. تعالوا كده ندخل على، مش عارف انا ايه اللعبه دي، بس تعالوا ندخل عليها. اسمها كواي كي ولا كواي مش عارف، بقى باين ليها اكتر من 3 اجزاء، مش عارف ايه نوع اللعبه دي. ايه ده يا ابطال؟ ده تقريبا جايب لي ان اللعبه دي رعب. اوه حرفيا يا ابطال الجرافيك بتاع اللعبه غريب جدا. ايه الجرافيك ده؟ انا مش عارف، في اصوات غريبه كده. ده احنا بنمشي فعلا. ايه ده الحساسيه يا جدعان؟ انا عايز اثبت الحساسيه. اوبا عاش، هو بيقول لي خش هنا. المفروض هنقابل ناس هنا زومبيين ولا ايه يا جدعان؟ ايه ده؟ لحظه يا جدعان عشان مش فاهم حاجه. تقريبا كده يعني اللعبه حصلت فيها مشكله وما قدرتش تفتح تاني. تعالوا كده نخش على لعبه تانيه، مش عارف ليه يعني في كام مشكله في كام لعبه بحاول ادخل عليها. اللعبه دي انا بحاول اكبر الالعاب لان تقريبا مش عارف جهازي مش قادر يستحمل يعني اللعبه ولا ايه. زي ما انتوا شايفين يا ابطال المفروض دي لعبه جديده، لعبه مرعبه اسمها دوم، لعبه قديمه قوي من ايام 1998. وايه ده؟ ما اعرفش ايه ده، هو بيسالني اسئله غريبه. نيو جيم،
يا عم انا عايز العب. لحظة بقى عشان واضح اللي انا فيه كلام كبير. ايوه نفسي تشتغل يا جدعان. هو عايز نعمل ايه؟ لحظة انا بمشي من هنا. طب كويس، المفروض الباب هنا يتفتح يا جدعان. لحظة كده، حرفين اللعب دي من اقدم فعلا الالعاب اللي شفتها في حياتي. اللي انتوا متخيلين في حد في الزمن ده يلعب اللعب دي؟ ما ظنش. اللي انا خدت، المفروض خدت درع. استنى، هو مفيش هنا جامب؟ انا عايز انط. طيب ايه اللي بيعمل هنا جامب يا جدعان؟ مفيش. لا ده فعلا مفيش. هما نسوا يحطوا جامب ولا ايه يا جدعان؟ هو اكيد في حاجه. ايه ده، ده بيضرب اهو. هما اكيد هنا يا جدعان في حاجه بتعمل جامب. يعني الناس نسيت ولا ايه؟ التحكمات يا جماعه. الو، مش عارف بصراحه يعني للدرجه هما نسوا يعملوا جامب في الماب. في الماب ايه؟ هما فعلا نسوا يعملوا جامب في اللعبه؟ يعني مش عايز ينط. خلاص يا جدعان تعالى نشوف لعبه تانية. واخيرا يا جدعان لعبه اشتغلت، لعبه اجاريو. وهو هنا بيقول لي اكتب اسمك، اقول له اي بي جيمنج اكس، ونقول له بلاي يا باشا. واحنا دلوقتي بنلعب اجاريو. ايه ده؟ طب ايه ده؟ الو، في ايه؟ ماشي ايوه، بس كده فين انا ولا ايه ده؟ ايه ده احنا بقينا مات؟ يلا يا جدع. طيب وبعدين، هو احنا هنا بدأنا ولا لسه؟ هو انا المفروض مت ولا ايه؟ لحظه عشان مش فاهم حاجه. ايه ده انا لسه ما بدأت؟ اوعى تقول انا بدات. انا دوست بلاي اهو، اهو كده المفروض انا بدات. ايوه، ايه اللي تحت ده يا جدعان؟ طب مش عايز ليه يا باشا تنزلني تحت؟ طيب ايه ده؟ المفروض اللي انا ملمسهمش باين. اوعى ابعد. ايه ده، لو لمستهم اكيد هموت. ده اكيد. يا نهار ابيض انجل. ايه ده، اتحشرت ولا ايه؟ لا عادي، ولا امسكهم عادي؟ لا انا تقريبا خسرت كده. ايه يا جدعان اللعبه دي؟ انا مش فاهمها. ده في ناس فعلا بتلعبها، دي لعبه مشهوره قوي زمان. يعني يعتبر اس تيوب كان بيلعبها زمان قوي، شفتها عنده في القناه. لكن فعلا اللعبه انا مش فاهم فيها اي حاجه. يعني ايه ده بقى؟ ايوه وبعدين يا كابتن؟ ده هو مش عارف والله اي حاجه. بقول لكم ايه، واضح ان الفيديو ده كله هنقعد نطلع من الالعاب وبس. المفروض انا دلوقتي دخلت على لعبه تانية، بس مش عارف ليه اللعبه، مش عارف ليه كل العاب زمان شكلها غريب كده. يعني بص، هنا اللعبه عباره عن اللي انت بتدوس على كيكه، وقاعد بتدوس عليها وبتجمع يعني كوينز او عملات، وبعدين تدوس هنا هلاقي يجيب لك حاجه كده يقول لك دبل كليك هتعمل لك قوه اقوى. لا مش كليك يمين يا بلال، دبل كليك. يقول لك لو دوست هنا دبل كليك هتعمل لك قوه اقوى وهتاخد ايه يا جدعان اللعب دي يا جدعان؟ يا جدعان يا نهار ابيض، ده على كده بقى فعلا في تطور جامد قوي في الالعاب بصراحه. بص ايه ده؟ ايه ده، لازم بقى نقعد ندوس يعني طول اللعبه حرفيا نفضل ندوس كده. لا فعلا يا جدعان اغرب العاب شفتها. يعني انا ما كنتش فعلا، يعني انا اصلا مواليد 2000، فما كنتش موجود في 1998 اصلا عشان اشوف الكلام ده. يعني لحظه كده بيقول لك دوس هنا. ايوه وبعدين يا باشا، بعد ما ادوس هنا ايه اللي هيحصل؟ انا قاعد بدوس اهو لحد ما جمعت اكتر عدد من الكوكيز. في كوكيز كتير قوي يا جدعان جمعتها على فكره. لحظه كده، عاش، ماشي كويس. لحظه كده ندوس دول كده. يا جدعان اللعبة مش مسلية خالص، أنا حاسس إن أنا مش عارف أنا بعمل إيه أصلا. المفروض إن أنا دلوقتي دخلت على لعبة بوكيمون، ومش مصدق إن دي فعلا لعبة بوكيمون. واضح كده اللي هي الصينية. إيه ده، بيقول لي بيكاتشو. أوه هو هو. أيوه بقى يا جدعان دخلونا. ألو لحظة يا كابتن، لحظة قول لي بينط. أنا آسف، أنا آسف. تعالى. حيه، آسف يا جماعة، آسف. تاني هركز والله. تعالى. لا أنت بتهزر بقى، ده حظ يا معلم. لا يا معلم ده حظ. يا جامد. يا اكسب انا بقى. لا ده ضحك ده والله يا عم. لحظه طيب. ايه ده؟ يا لهوي على دي. يا جامد. انا اسف. 4-0 يا جدعان. عيب عيب يا باشا، عيب عليك. انت بتتكلم مع مين؟ استنى طيب، مفيش فايده اللعب يا جدعان. ايه ده الضحك ده؟ انت بتهزر على فكره. طب سيبنا اجيب واحد. طيب يعني عيب والله. يا لهوي على دي. قول لي على دي. اكسب يا عم. ايه ده؟ ده هو واقف في مكانه وبتيجي. ده العب مني بكتير يا جدعان، واكيد العب مني بكتير. انا وانا بلعب اللعبه دي كل يوم. اوه على الحظ. طب يلا تاني. يلا هي دي يا جدعان، هي دي. يا سلام، وانا واقف مكاني اهو، وانا واقف مكاني. يا سلام. ايه ده، ازاي بتعملها انت؟ ازاي بتعمل الحركه دي؟ لا مش لاعب يا عم، مش. لا 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 لا، اطلع يا عم اطلع، مش لاعب. اللعبه دي يا جدعان، لحظه كده، يا رب تكون دي حلوه. لحد دلوقتي ما شفتش لعبة حلوة. دي مراحل، تعالوا ندخل أول حاجة. لحد دلوقتي مش فاهم أي حاجة صراحة. الموقع ده عامة اللي عايز يجربه هيلاقيه تحت في أول الديسكريبشن. تعالوا نشوف. إيه ده، نفتح الخزنة ولا نعمل إيه بقى؟ إحنا المفروض متحوطين، ماشي في مكان. المفروض أضرب هنا بالمسدس، يعني إيه اللي بيضرب؟ طيب يا كابتن. طب نضرب. طب ماشي اضرب أهو. إيه ده، بزغزغ هنا ولا إيه؟ أحيي، استنى يا كابتن أنا مت. المفروض اللي هنا في حد يفتح الباب. افتح يا سمسم.
الله مات يا جامد. ايه ده، هو راح فين هنا يا جدعان؟ لحظه، طيب انا ما ينفعش اضرب يعني، انا بس اقف تقريبا بخبط على الباب وهو يجي. تعالى بقى، تعالى اللي مستنيك، افتح الباب افتح الباب. ما عليه، يلا المفروض اللي هو كده، انا فتحت الباب المفروض اللي هو يفتح دلوقتي. ها تفتح ولا ايه؟ خلاص اجي لك في وقت تاني. مفيش حد عايز يفتح ليه؟ ايه ده، في حد فتح؟ ماشي، لازم نضرب هنا تقريبا يعني، ما عشان هو هنا بيفتح. إيه لو حد جالي من ورايا هموت دلوقتي. إذا انا خدت واحد ولا انا عملت ايه من شويه؟ ايه ده واحد، ايه ده اللي موتته يا جدعان؟ اتلخبطت والله. طب ما انا معايا طلق كتير يا جدعان. طب ايه الباب اللي فتح ده؟ عايز اعرف ايه الباب اللي هيفتح يا جدعان، انا مش عارف. طب نضرب كده، اشمعنى ده الوحيد اللي فتح؟ طب ممكن يكون في حاجه في السجن هنا المفروض نعملها ولا اي حاجه يا جدعان؟ الموضوع صعب. طب نعمل كده ايه يا جدعان؟ ده الغاز اللعب القديمه اصعب من الغاز لعب دلوقتي يعني صراحه. ايوه وبعدين اعمل ايه انا دلوقتي في الليله دي؟ حد فتح باب؟ طيب خلاص عنكم، ما فتحتوا اي بيبان، انا طالع. زي ما انتوا شفتوا يا ابطال لعب، بصوا انا مش مجهز للفيديو ده قبل ما اصوره، بس فعلا قلت يعني ايه اللي انا مش عايز العب اي لعب، عايز ادخل اتفاجئ، وفعلا اتفاجئت. اللعب كلها غريبه جدا يعني، فعلا لعب من 1998، جرافيك عجيب جدا، وكمان في لعبه ماينكرافت موجوده من ضمنهم، مش عارف ازاي ماينكرافت موجوده من سنه 98، بصراحه حاجه غريبه. فعامه لو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو واشتراك في القناه، عشان ممكن نعمل سلسله بقى تانية، وفعلا فعلا هلعب العاب يعني، ممكن اعمل سلسله اسمها العاب زمان، والسلسله دي هتبقى فيها هلعب كل لعبه يعني فعلا احنا كنا بنلعبها زمان، بس مش زمان قوي يعني اللي هو 98، لا اللي هو مثلا في مثلا 2000 وكام، ممكن 2005 2006 2008، نلعب الالعاب القديمه دي قوي ونرجعكم بقى بالذكريات ل 50، وكنت لسه اقول 50 سنه ورا. 50 سنه ايه اصلا، ده انا لسه ما كملتش ال 20 سنه. فبس كده، احلى ناس في الدنيا، وفيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، اهم حاجه تفعلوا زر الجرس عشان ينزل لكم كل فيديوهات الجيمنج الجديده. وبس كده، اي بي جيمنج اكس، وسلام.